عايز اعرف من حضرتك يعني ايه قدرة مصر لغاية فين على انها تنشئ كهرباء بوسائل وقود متجدد يعني مش احفوري يعني ملوث لدرجة انها تصدر، وايه الكميات اللي ممكن تصدرها يعني؟ ده سؤال جميل وفي مكانه وفي محله، لكن خلينا نبتدي لقائنا بالترحم على شهدائنا في غزة، وتوجيه رسالة تحية وتقدير للقيادة السياسية على موقفها الصلب والراسخ في رفض مخططات التهجير لشعب فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية. أيضا تحية وتقدير لما تبذله مصر من جهود لمساعدة أهل غزة في هذا المجال. طاقة طبعا هي عصب الحياة لأي دولة، والتنمية عموما لا يوجد تنمية بدون طاقة، سواء كانت الطاقة دي على أشكالها المتعددة. الطاقة دي تشمل كل أنواع الطاقة الأحفورية والطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي حاليا هي الترند وهي اللي موجودة بتتصدر المشهد. مصر لديها إمكانيات هائلة جدا، وبتسعى منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم لأن تكون هي مركز أو الهب للطاقة في منطقة الشرق الأوسط بكل أنواعها، وده تزامن مع اكتشافات الجديدة للغاز اللي كانت اللي موجودة في مصر، وتزامن مع بدء مصر في 2014 في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وإصدار قانون الكهرباء اللي صدر في 2014 وإصدار قانون التعريف الموحدة الفيدن تاريفس اللي صدر في 2014، مما أهل مصر أنها تنشئ محطات للطاقة المتجددة وتربطها على الشبكة، وده زي ما حصل في البنبان أصبح عندنا 32 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1465 ميجا وات، ودي من أكبر المحطات في أو حقول الطاقة الشمسية في المنطقة. وتصدرت مصر الوطن العربي بإجمالي 3500 ميجا وات من الطاقة المتجددة، مساهمة في مزيج إنتاج الكهربية في مصر، وحققنا الهدف المرجو. مصر كان عندها هدف في 2020 أن يكون 20% من إنتاجها من الطاقة الكهربية من الطاقة المتجددة، قال أنه نعدي 40% قبل سنة 30، ده الهدف الجديد. كل فترة بالحكومة بنرفع السقف لأسباب متعددة جدا. سبب زي اللي احنا عايشينه النهاردة، النهاردة احنا كلنا على علم ان اصبح مصر النهارده او وزاره الكهرباء بتتجه لتخفيض الاحمال للسبب المعلن اللي قاله ارتفاع في درجه الحراره عن الفتره المثيله في من السنه اللي فاتت يعني. لكن الرئيس كان اتكلم بصراحه جدا في مؤتمر حكايه وطن، وقال ان السبب الرئيسي هو ان احنا بنحاول النقد الاجنبي بنحاول ان احنا نقلل احتياجنا للنقد الاجنبي وتوفير للعمله، ان احنا بنستورد وقود في صوره مازوت لتشغيل المحطات. اثار الحرب مش كلها بالطاقه الجديده طبعا، لا المحطات الاحفوريه المحطات الاحفوريه اللي بنعتمد عليها اعتماد اساسي في انتاج الكهرباء. طب هنا في سؤال مهم يا باشمهندس، يعني الدكتور مصطفى مدبولي وصف هذا المشروع بانه مشروع استراتيجي بالنسبه لمصر واوروبا. فدلوقتي المحطات اللي هي من الطاقه المتجدده بتضخ في نفس الشبكه، يبقى الكهرباء اللي جايه من طاقه متجدده ما هي جزء من الكهرباء اللي جاية برضو من الطاقة الأحفورية. طب إيه فكرة إن إحنا نصدر كهرباء خضراء لأوروبا؟ يعني ما الكهرباء اللي طلع من عندنا كلها شبه بعضيها، هي الكهرباء في الآخر شبه بعضيها، لكن السورس والإنتاج منين ده مش كله متجدد، لكن ده بيتعرف. أنا النهاردة عندي، أنت عندك نسبة كبيرة من الإنتاج. عندي النهاردة بقول عندي إجمالي المحطات المثبتة أو المركبة في مصر تصل الى 55 جيجا وات، اللي هم 55000 ميجا وات. تمام، اقدر اقول ان منهم قد كده محطات من الطاقه المتجدده. محطه الطاقه المتجدده بيطلع لها زي شهاده الميلاد، بيسموها شهاده المصدر. تمام، شهاده المصدر دي بتقول ان المحطه دي مركبه في المكان الفلاني قدرتها القصوى قد كده ميجا وات، وبتطلع انتاج سنوي
قد كده ميجا وات أور من الطاقة الكهربائية. فلما أنا بصدر لمستهلك، سواء كان المستهلك ده محلي أو مستهلك عالمي، تمام، بقدر أديله الشهادة دي، بقول له أنت إنتاجك اللي رايح لك رايح من الجزء ده من محطاتي اللي بتنتج طاقة خضراء أو جرين إنرجي. فده بيبقى حقيقي، لأن في الأول وفي الآخر أنا عارف أنا كلهم بيدخلوا في شبكة واحدة، لكن السورس اللي جاي منه الطاقة المتجددة معروف، والسورس اللي جاي من الطاقة الأحفورية معروف. مجموع الاتنين بيساوي إجمالي الطاقة المنتجة. ده كأننا بنقول إن دي شهادة امتياز لمصر إن هي وصلت لهذه النسبة من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. طبعا مصر قطعت في العشر سنين دول مجهود جبار، وخدت خطوات كتير جدا في هذا الاتجاه لتحسن وضعها على قائمة الدول المنتجة للطاقة المتجددة. مصر كمان بتوقيع اتفاقيات الربط، احنا عندنا ثلاث جهات سيتم الربط معها. اول جهة هي اوروبا، ودي الجهة المأمولة ولم يتم تنفيذ الربط بعد، لكنه جاري من خلال ثلاث اتفاقيات او ثلاث مذكرات تفاهم. في مشروع بدأ مع اليونان عن طريق شركة مصرية يونانية، ده برضو كأوروبا. أوروبا أوروبا سيتم الربط من مصر لأبرس، من أبرس اليونان، تمام، ومن اليونان لأوروبا كلها، من اليونان لأوروبا كلها. المشروع الثاني، المشروع اللي هو بحضرتك اتكلمت عنه مع الشركة البلجيكية، وفي مشروع ثالث أيضا لشركة نرويجية وقعت مذكرة تفاهم بعد الشركة البلجيكية بشهر تقريبا. يعني يكون في ثري سورسز للنرويج وبلجيم وجريس، يعني يطلع بالزبط. من عندك كهرباء، لان ده برايفت سيكتور، ده قطاع بيتم فيه ما بين الحكومه المصريه وبين شركه النقل اللي موجوده في البلد الجهه المقابله، وفي شركه وسيطه هي اللي بتستثمر وهي اللي بتنشئ خط النقل، الكابلات اللي تحت الميه دي، لان بتاخد عليه رسوم مرور، يعني البيزنس بروفيت بتاعها او البيزنس موديل بتاعها انها بتاخد رسوم نقل من خلالها، دي بتبقى كانها طريق. يعني صور مسارات الثلاثه كان عندك ثلاث طرق سريعه، وبتدفع لها كارتة، وبتدفع لها كارتة. كل طريق من دول ليه القدره القصوى بتاعته او الكباست بتاعته، فدول مجموعهم تقريبا بنتكلم في خط مصر اليونان 3000 ميجا وات، وفي خط تاني 2000 ميجا وات، وده تقريبا في حدود ال 3000 ل 2000 ميجا وات. ده رقم كبير. بالظبط، لان برضو انت بتامل انك تكون مصدر للطاقة. عندنا كمان اتفاقية الربط مع السعودية، ودي جاري تنفيذها، في حدود 3000 ميجا وات. وعندنا الأردن أفتكر، وعندنا في خط ربط موجود اوريدي في الأردن، وعندنا خط أيضا مع السودان وجاري زيادة الكباست بتاعته. كان في محاولة لبنان ولا ما نفعتش؟ أعتقد يعني كان في محاولة برضو، كان في سابق اتفاق، لكن احنا مهتمين حاليا بالربط مع السعودية لسببين. الفترة الذروة، اختلاف اوقات الذروة، مهم جدا طبعا ان احنا نتبادل معاهم الطاقة في هذه المرحلة. الامر الاخر كمان مع اوروبا، لان ده بيحقق استراتيجية مصر انها تبقى هب وتبقى منتج للطاقة. يعني تصديرنا للكهرباء لاوروبا دي برضو نفس الفكرة بتاعت السعودية، معتمدة دي تصدير وخلاص. ده تصدير، مش شبكة مفتوحة رايحة جاية، باتفاقيات شراء هتتم بين يا اما الحكومات يا اما بين القطاع الخاص، تمام، والتلات كابلات او التلات خطوط لنقل الكهرباء دي هتتحاسب وهتاخد رسوم نقل او ويلينج تشارج من الشركه اللي هتنقل الكهرباء ومن الشركه اللي هتستورد، المتوقع المصدره والشركه الكهرباء. انا عايز اتكلم بس على حاجه، ان دي في عندنا في مصر حاجتين، عشان الناس دلوقتي ممكن تتكلم تقول لي كهرباء ايه اللي انت عايز تصدرها، وانا زودت تخفيف الاحمال النهارده من ساعة لاتنين، وساعات بتوصل لأكتر من كده. فأنا عايز أقول للناس وأطمنهم إن في استراتيجية طويلة الأمد، وفي ظرف حالي أو آني. الظرف اللي أنا فيه النهارده مرتبط بحاجات كتير جدا، سواء كان ممكن مش هتستمر، عجز الموارد، النقد الأجنبي لاستيراد استيراد الوقود، أو الظرف اللي حاصل بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وده أدى لقطع الغاز اللي كان بيجي لنا في اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي لتسييله وإعادة تصديره لأوروبا. ده
توقف منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر وده أثر طبعا على هل إنتاج الغاز قل فعلا في مصر؟ يعني كتير من الناس بيتحدثوا عن هذا الأمر، بعتقد أن الوزارة بتنفيه. الحكومة لفت أكتر من مرة وأنا ما أقدرش أن أنا أقول كلام والحكومة لفته. الحكومة لفت أكتر من مرة، بس حياتك توضح لنا في عجز في ليه عجز ما حصلش في عجز في الوقود للمحطات. أنت عندك محطات كهرباء تقدر أنها تغطي مصر مرة وربع. يعني أنا عندي محطات كهرباء تقدر لو اشتغلت كلها بكامل طاقتها في وجود وقود يسمح لها بالتشغيل هيبقى عندك فائض من 13 ل 15000 ميجا وات، وده رقم كبير تمام. لكن النهارده في عجز في الوقود، العجز في الوقود ده يا اما تغطيه باستيراد وقود بديل عشان عندك محطات قديمه بتعتمد على الوقود الاحفوري. لا، ما كل المحطات حتى الجديده منها بتعتمد على الوقود الاحفوري ما عدا محطات الطاقه المتجدده. محطات الطاقه المتجدده لازم تبقى مربوطه بشبكه كهرباء. تمام. لكن النهارده انا في حلول تانية. ايه الحلول اللي احنا بنقترحها؟ زياده الاعتماد على الطاقه المتجدده. بس مش السنترلايزد ستيشن. احنا كمجموعه مستثمرين من الشركات الخاصه بالنادي بالدي سنترلايزد باور ستيشنز، جرين باور ستيشنز. ليه؟ النهارده المحطه مثلا المحطات اللي موجوده في البنبان ده دي سنترلايزد باور ستيشن بتضخ بالك كبير جدا من الطاقه في شبكه النقل. فنيا ليه بتسموها دي سنترلايزد؟ ايه علاقه دي سنترلايزد؟ انها بتكون غير موزعه على اماكن كتير جدا. فبدل ما اعمل محطه 1000 ميجا في مكان واحد وبربط على الشبكه في مكان واحد، لا. انا بقول النهارده ان الاتجاه العالمي في الديسنتراليزيشن للمحطات، اللي هي المحطات المنتشره والموزعه على اماكن كتير جدا حتى لو بقدرات اقل. دي فنيا فنيا افضل بكتير لتوازن وثبات شبكه النقل نفسها، وهتدينا فرصه كتير جدا للشركات المصريه انها تستثمر وللشركات المصريه انها تزود فرص العمل في هذا المجال كتير جدا للفنيين والمهندسين ولكتير جدا من العمالة. النهاردة لما أنا أسمح بالكلام ده عبر محطات صغيرة ومتوسطة من 500 كيلو ل 2-3 ميجا فده فرصة كبيرة جدا، اللي بتزيد فرص العمل كتير للشركات المصرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت بتتلافى عيوب جدا عيوب كتير للشبكات المركزية للمحطات المركزية وتكاليف النقل الكبيرة بقى إذا كان بتضخ بتنقل في. لا، هي ما فيش تكاليف للنقل، هي إياها، لكن لا، فكرة صعوبات النقل يعني في مشاكل تقنية. يعني أنا لما أقول مثلا أنا هنقل كهرباء من هنا لأسوان غير لما أقول أن أنا عندي كل 50 كيلو مثلا محطة صغيرة، فيبقى كله متجانس. نفس الفكرة تقريبا. صحيح.